بسم الله الرحمن الرحيم. This is audio book in Arabic written in English. بالعربي هذا كتاب منهجي لخمس مواد سمارت. وهو تسجيل صوتي عبارة عن مقالات توك لشرح الكتاب باللغة الإنجليزية. الكتاب باللغة الإنجليزية نجد فيه جداول، مصفوفات، الأسماء مثل الآي والدي والإي والإي لن تترجم. آي وإكس آي فايف لن يترجم، والأي بي والأي بي سي، وأيضا لغة الكمبيوتر البايت عبارة عن مجموعتين أربع أصفار، هذه لن نتكلم عنها في الترجمة. ولكن الكتاب عبارة عن كتاب فيه أمثلة وفي زي أي كتاب مثل كتاب الفيزياء والكالكولس، يعني هناك استنتاجات ومعادلات وافتراضات وحلول، وفي كل نهاية شابتر أو جزء يكون هناك أسئلة. يعني ممكن الكتاب هذا يكون 60 صفحة وفيها أسئلة تكون 200 سؤال. والكتاب بالإنجليزي فيها أمثلة للأسئلة مثل كتب الدراسة، لكن اللغة الإنجليزية استخدمت من أجل لغة الكمبيوتر والمعادلات، يعني من أجل الساينس والتكنولوجي. فالكتاب هو عبارة عن خيال علمي، والشرح أو المقال بالعربي أو الأوديو بوك، الأوديو بوك كتاب صوتي، يعني ممكن يكون كتاب مرادف لهذا الكتاب، يعني ممكن يكون في الصفحات اليسرى في إشارة إلى الملف الصوت، الملفات الصوتية. إذن الكتابة أو المقال بالعربي لن يكتب بالعربي، ولكن هو عبارة عن شرح وتفصيل مهمة جدا، أي أنه العلوم أو الخمسة مواد سمارت اللي هي العلم والحساب والفن، يعني علم العلوم أو علم المواد مثل الكيمياء والفيزياء وعلم الحركة وكذا، وفي بعدين علم الحساب، الحساب يعني الأرقام التي ستستخدم في البايت في الكمبيوتر، حتى يكون الكتاب عبارة عن شريحة وليس أبليكيشن. يعني هناك شريحة توصل مع الكتاب تباع حتى يتمكن الشخص من الدخول لها.
فإذا الكتاب مع شريحة، الشريحة تؤدي إلى الملفات الصوتية. يعني ممكن الكتاب يكون خيال علمي، لكن كل الكتب الخيال العلمي بالإنجليزي عملت بناء على دراسات وتوقعات، ولذلك يعني نجد كثير من اللي كانت خيال علمي مثلا عن تقنية 21 أصبحت حقيقة، ومنها البيتكوين. البيتكوين يعني لما تقرأ عنه في الكتب كأنها خيال علمي وصارت واقع. لذلك البيتكوين هي أحسن مثال، لأنه سعرها 60,000 دولار أو كذا، وبدأت مجانا مقابل أدوات الطباعة. يعني قصتها غريبة، خيال. وهنا نعتبر أنها مش حقيقة، وسنثبت في الكتاب وبالمصفوفات. يعني الكلام مع المصفوفات مرتب باللغة الإنجليزية مثل الكتب، يعني شرح قانون وشرح كذا. فالقانون هو آيديا اللي هي كأنه صاحب الاختراع أو ابتكار هذا جعلها بين أيدي الناس. يعني هنا مثال بسيط لنبدأ به. سينظر صاحب الخيال العلمي، يعني كأنها رواية، سينظر يقول البيتكوين موجود، لأن مواصفات البيتكوين الآن إنها تشتريها من الشبكة، تبيع وتشتري فيها من النت، طبعا زيها زي فلوسك في البنك. هذه واحدة. الشيء الثاني يقول لك لما تسحبها أو اشتريت منها يبقى فيها بس الفلوس الباقي، يعني جزء من البيتكوين. يعني مثلا 60,000 دولار لو اشتريت ب 6,000 دولار يبقى منها 90%، يعني نسبة مثلا. طيب هذا الكلام موجود في الفلوس. الفلوس الورق لها رقم وهي أوفلاين، اشتري ب 500 ريال، اشتريت ب 100 ريال يرجع لك 80% وهي عندك. يعني ما فيها فرق، ما في هناك فرق. فكل اللي بيمشوا في البيتكوين ما عملوا شيء جديد. يعني ولو اطلقت الفلوس وأصبحت 500 5,000، ولما تتعامل بها في النت يطرح منها موجودة الآن. فإذا البيتكوين تعتبر فكرة قديمة وفكرة غير، ما لها أي، ما سوت أي شيء تغيير، زي بيع المعادن في النت نفس الشيء. تشتري معدن في الستوك وتبيعه نفس الفكرة. يعني تقدر تشتري ذهب بس هو مو في يدك. فكل اللي ذكر عن البيتكوين كأنه فكرة يعني قديمة، قدمة يعني من 1920 ولا 30 لما الدولار الورق النوت الورق خرج، لأن الدولار الآن كل العملات تقاس به، والبيتكوين بالدولار والمعادن بالدولار اللي هي في تشتريها على النت، يعني في السوق الثانوي اللي يسموه سوق الأسهم، ستوك ماركت. ما نريد نطول المثال هذا باللغة الإنجليزية، ما يكون في الكتاب أو الكلام هذا. والآن والمع
المعادن بالدولار اللي هي في تشتريها على النت، يعني في السوق الثانوي اللي يسموه سوق الأسهم، ستوك ماركت. ما نريد نطول المثال هذا باللغة الإنجليزية، ما يكون في الكتاب أو الكلام هذا. والآن كما بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم نقول انتهى